ومنصة التواصل الاجتماعي ما تزال تتفاعل مع مستجدات الصراع اللي سمعنا عليه كامل بين العملاق الصيني في الاتصالات هواوي والحكومة الأمريكية، ممثلة طبعا بعدد من الشركات الأمريكية وعلى رأسها جوجل، اللي رفضت أنها تعطي يعني أو لحظر تحديث نظام تشغيل أندرويد على هواتف هواوي مستقبلا. منشورات ديال رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعضها يعني كان جاء يعني بطريقة ساخرة تحدث يعني على المستقبل ديال هاد الهواتف بعد الحظر، وبعدها الآخر كان أكثر تحليلا ربما، حيث يعني تحدث البعض على الأبعاد ديال هاد الصراع اللي ربما الظاهر ديالو هو تكنولوجي، ولكن ربما الباطن ديالو فيه شي شوية ديال الاقتصاد مع ديال السياسة بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية. وكاين البعض كيقول على أن ربما الهدف هو الحد من طموحات ديال هاد الشركة الصينية العملاقة اللي كتطمح أنها تصبح اليوم الأولى عالميا، وإضافة إلى عرقلة الجهود ديالها في كيف ما قلت أنها تصبح الأولى عالميا في شبكات اتصالات الجيل الخامس 5G، علما أنه يعني السنة الماضية صنفت هواوي الثانية كأكثر شركة مبيعا للهواتف الذكية في العالم من بعد سامسونج، بعد ما هاد المرتبة كانت كتبوءها أبل. وربما هذا هو كيف ما قلت الظاهر أو الباطن عفوا ديال هاد الصراع بين هواوي وبين الولايات المتحدة الأمريكية. تليفوناتنا واش شينوا ولا دوريجين؟ ياك عادي قوم ديال دانون وخايب